السلام عليكم. لست ماما كنت قامت لاباس دارون، كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بكنت على القناه نتلاي تماس، القناه الجديد استشلحيت يعني السيستم الجديد يعني الديكور الجديد. ان شاء الله نتمنى تكون تعجب. الهدف القناه هاد نتشلحيتي قالت هو انه كرايغاتيات تتعلم كرايغاتيات شكون يفا ربي الخير في ربي الفيديوهات غير يوتيوب في ربي، ولكن في ربي الطرق كرياتيف الطريقه اللي صاري تعلم. وكان كنا دوكاينو شكون ماش كنيا تيري غير كدني تاري تقصر تيري تعلم، ولكن انت في الصعوبه ما باش تعلم. وكان تشكيد الفكره انا علاش ادرس القناه الجديد تكتين شلحيت يخلطنا شويه الطعراب غير كدغيك باش كلشي اي تعلم يختينا ربي. اشكو كريغاتين مع غير داتي يقود الفراغ يقود العصاب يقود كلشي غير بنادم ماري تير غير يعمر له قنص. وكنا نتمنى كنت نفع الطريقه هاد اللي سرد خدمه دان قصه في مطرحه النون ان شاء الله باش كريغاتين يستفد الوقت اللي درك له الفراغ، خصوصا انت اللي تيري نختك مي الوقت اللي درتي لك راه الفراغ هاد الفراغ انا تتعمر. وكان ان شاء الله نبداو في المراحل نبداو الرندا وكان خير راني رايق المراحل. درت منا ادرين الاقتراحات اللي انت الملاحظات كريغات يد دينا تردي زيد على القناه او لا اي ناس تري عجبنا على القناه تيني مرحبا او وكان ان شاء الله غايت لقدام وراي لي بلا الخير. الفيديو هذا ان شاء الله هيك غير تقديم هيك القناه دابا بعض الادوات اللي سنتيني اللي سرت تعلمنا اللي سرت تعلم بنادم مشكوط ماشي كلشي السن الا ما ذكر السن ما سير يخدم الا ما ذكر السن ما يغنى الرنده الا ما ذكر السن ما يغنى الصبره الا كريغتن انت الله يحسن العوان كريغتن دغيك لي سيج الحياه الناس دغاي لي سن دغاي لي وريسن. وكان اللوازم اللي سرا نخدم يختينا ربي هي ايجات الصبره حتى تقى الصبره. وكان سنتاد ارتساغ نتغيكا حتى تقى اوقيا حتى تسمى سيات لوك لي ردي سخت صبره ارسنس ريغ اوقيا حتى تقى يات حتى يا تقيت سنت يخت نفسي حتى سيد ديات قيت سنت ار تسمى تقى نصوقيه يا تغانم تغيكا يا تكشوطه تقى نصوقيه سنه تغيكا كانت اوقيه. وكان الصبره ارسرت استخدمت هي اما سربعه الشعرات غالبا ومدنور تخدم نسول سربعه الشعرات بلا يقدر كي لا كان توب يغلب. وكان ان شاء الله راه نشرح ما كانت ثلاثه الشعرات ما كان ميغان أربعة الشعرات يمكن يا اختي نربات راه نبدو أربعة الشعرات. اشكو أربعة الشعرات نتنسي الطرخون في بنادم اللي بحرا يرا يبدو ياك غمناو المسائل الرندا راه تبينت الغرزات راه تبين الرندا تضني الغرزات راه تبينت دا الخيط يضني شويه تحكم قيستا اللي كان مبتدئه اللي بحرا يبدا يضني الخيط وين ثلاثه الشعرات تيسديد ردي استفدت المشكل غير اختي تي تصدورت غير كذا تي ردي استفدت المشكل. والله ما بنادم ما يتعلم سبعة الشعرات اختي تقى الصبره ديال الطرف نتوب توب وانا المهم اختي تعلمت وانا سيريكت توب اورديسي لي غاد ولا غون المهم يان الطرف نتوب ما اختي تعلمت الين درم الفنيتات الفنيتات ما سطم الثوب باش هذا مور تزعزع حتى في الخاطر غير خدمت الوقت اللي خدمت هذا مور تزعزع الثوب تيلي تسمي. طبعا اختي تريت انت قلت الفنيتات هاد تريت انت قلت تسمي واين تريت رتين تكت على حسب الاختيار المهم يمي طمزنا الثوب تيلي تسمي غير اللي غير تسكرت يغرات بدوت مثلا انا تقدر مغار عادي تسمي عادي تسمي انا تكتيويت انت درست رسخمت الغراضي المهمه تضني ادور تكتي اللي يرخانا الطرز ادور تكتي كادي سديد تسمي عادي تي ايوا هاد المقص
غويد أسرت بدوت يختن ربي، غويد أجان غير الخير هذا الدرمي لنا السرس بدوت نقص نقص ينطر في الثوب والنار يكت وخاتي تبيت غير خكرا نزيف ولا كرا ماشي مشكل. تلا دارمي تسمي عادية، درسي لي تقبادة درسي لي تضني شوية على حسب الصبرة تقبايد فنيتات دير ما صبرة صبرة اللون نتريس دار ما الاختيار غالبا راه نتفى باش هاد المشرح ثلاثة تشعرات دغيد جوج تشعرات راه نتفى الصبرة قيس اختي تفسي تاع نقيس تفى ثلاثة نشعرات يعني ثلاثة نزغب اربعة نزغبات عفوا درس اربعة نزغبات هاد انتي هاكي ستيلين واحد جوج هسنا تزين تغيد ربعة نزغبات هاكي ستيلين دار ما الوقت اللي تعلمت ان شاء الله دار ما تخدمت يا اما زوج الشعرات يا اما ثلاثة الشعرات. علاش اشكو غنتقيت ربعة الشعرات ارتي ضناين ارتي تسنوضو ارتي قان تمنية الشعرات ارتي ضناين غانا فنتقيت ثلاثة الشعرات الوقت اللي تسنوضيت ارتي قانت ستة الشعرات غير ديما اختا ارقيستي لي ربعة الشعرات نكون ان شاء الله الفيديوين اللي ديوالا نغوا ان شاء الله هاتي راهم تقسمو غير من كاسة طبرامت الصبرة اختي لنا ربي سي الطريقة ضنين الجديد ارتمنى اكون تعجب القناة داك باهرة قيسي فولكين داك قيس فايد مت تسيم تقيس الفايتي بويا نوند ولا يتقوم نوند تانا تعجب القناة تاد باش اخترا استيني لكم الجديد تسمت كل القنوات يا اما هتسكرت جيم لإعجاب يا الاشتراك ابوني هتسكرت الجرس الناقوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو عندي شكان ان شاء الله.